من المسافة صفر وعلى خط النار تلاحق عدساتهم الشباب الثائر ويفضحون جرائم المحتل. إنهم فرسان الحقيقة يواصلون عملهم رغم استهداف المحتل لهم. صورة تقابلها مشاهد بطولية لرجال الإسعاف وهم يسابقون الموت لإجلاء جرحى المسيرات التي جاءت هذه الجمعة تكريما ووفاء للأطقم الطبية والإعلاميين الذين يصرون على أداء رسالتهم الإنسانية والمهنية. رغم الاستهداف الواضح للصحفيين، وهذا الاستهداف كان بقصد القتل، رغم ذلك أنه نحن عندنا رسالة إنسانية ومهنية يجب أن تستمر وننقل الصورة لكل العالم. مستمرون بسلميتنا وبإنسانيتنا رغم أنهم قتلوا من قبل رزان النجار وقتلوا الصحفيين والإعلاميين، إلا أننا ثابتون. الهيئة الوطنية لمسيرات العودة كرمت ذوي الشهداء من المسعفين والإعلاميين وفاء لهم، وجددت خلال هذه الجمعة دعوتها لمحاكمة إسرائيل على جرائمها بحق المدنيين. دعوات جاءت في موازاة تأكيد تواصل مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها. لا مقايضة بين الحقوق السياسية والحقوق الإنسانية، من حق شعبنا أن يعيش بحرية وكرامة، وعلى هذا الاحتلال أن يخضع لمطالب وحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى المجتمع الدولي أن يقف موقفا جادا يتعدى الشعار. الشعب الفلسطيني يقول أن أرضنا في 48 يعيد الصراع إلى المربع الأول بهذه المسيرات. ليس القضية قضية حصار غزة، هذه جزء من المسألة. القضية الكبرى والأساسية أن فلسطين هناك في 48، النكبة في 48. الهيئة الوطنية ثمنت الجهود الدولية المبذولة لكسر الحصار وطالبت بإنشاء صندوق خاص بدعم شهداء وجرحى مسيرات العودة، كما دعت جماهير غزة للمشاركة في إحياء الجمعة المقبلة من المسيرات تحت شعار مسيراتنا مستمرة. ويشكل هذا الحضور الجماهيري استفتاء شعبيا متجددا على الثوابت التي انطلقت من أجلها مسيرات العودة، ثوابت لا تنازل عنها مهما كلف الثمن كما يؤكد الفلسطينيون. من الحدود الشرقية لغزة، أحمد غانم، الميادين.